I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting the highest level of economic sanction. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States. دونالد ترامب يخذل حلفاء بلاده في أوروبا ويتحدى موسكو وبكين ويلبي رغبة تل أبيب والرياض ويستثير طهران ويسحب واشنطن من اتفاق نووي استغرق الوصول إليه نحو 12 سنة. هذا بينما يواجه بفضيحة جديدة للبحث بين صناع الاتفاق عن ذريعة من القاذورات باستخدام شركة إسرائيلية للتجسس. يأتي هذا، طيب الله أوقاتكم، بعد أن تجاهلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعها أوروبا وروسيا والصين استعراضات كنز إسرائيل من ملفات إيران. لم يخذل ترامب نتنياهو. President Trump will decide, will make his decision on what to do with the nuclear deal. I'm sure he'll do the right thing. أهلا بكم. أمريكا دونالد ترامب تبتعد عن أوروبا بينما تقترب روسيا بوتين من إيران. ماذا بعد خلع هذا المسمار من سفينة العالم؟ التاريخ درس عظيم لمن يقرأه. في سياق البحث عن ذريعة، إسرائيل تبحث عن حرب، عنوان دراسة رصينة للمؤرخ الإسرائيلي موتي جولاني، يشرح فيها بالوثائق كيف سعى قادة من مثل دافيد بن غوريون وشمعون بيريس وموشي ديان إلى ذريعة لحرب شاملة ردا على هجمات الفدائيين. استمر البحث عن ذريعة وفقا لهذه الدراسة أكثر من عام، كان ينقصهم عندئذ حليف دولي كبير. وجدوه أخيرا في فرنسا التي بدورها أقنعت بريطانيا نحو الدخول فيما يعرف الآن بأزمة السويس عام 56. وقفت أمريكا عندئذ بفضل توازنات ما بعد الحرب العالمية الثانية في وجه هذا التحالف الثلاثي. في سياق البحث عن ذريعة، ضد كل الأعداء لمؤلفه ريتشارد كلارك مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي سابقا، يشير إلى أن ملف غزو العراق كان جاهزا في أحد الأدراج في انتظار ذريعة. صبيحة هجمات 11 من سبتمبر عام 2001، كما يحكي هو في كتابه، دخل عليه الرئيس جورج دبليو بوش. ديك، هل يمكن أن تجد دورا لصدام فيما حدث؟ رد كلارك: ولكن سيادة الرئيس، القاعدة هي من فعل هذا. قال بوش: أعلم هذا، أعلم هذا، ولكن ابحث لعلك تجد شيئا، فقط ابحث، فقط ابحث. قبل أقل من 7 سنوات قال هنري كيسنجر عملاق السياسة الخارجية الأمريكية: إذا لم تكن تسمع طبول الحرب لا بد أنك أصم. قالها في سياق حديثه عن مواجهة إيران في علاقتها بالشرق الأوسط. في إطار هذا لا بد من تخطيط جيد قبل البحث عن ذريعة. يستمر كيسنجر في حديثه: سيطر على النفط تسيطر على الدول، وسيطر على الغذاء تسيطر على الشعوب. قلنا لقادة الجيش الأمريكي إن علينا أن نسيطر على 7 دول شرق أوسطية لمواردها، وقد أوشكوا على إتمام المهمة. كان هذا قبل نحو 7 سنوات. اليوم بينما تدوس تل أبيب وواشنطن في اتجاه إيران وقد امتد نفوذها في الشرق الأوسط، تتعدد منافذ البحث عن ذريعة. أحد ضحاياها اتفاق إيران النووي. في سبيل هذا كما يبدو كل شيء
مباح. Welcome to our palace. إذا كان هذا من وراء الكواليس، فإن ما يحدث على أرض الميدان أكثر وأسرع. طبول الحرب التي تحدث عنها كيسنجر قبل نحو 7 سنوات يتصاعد قرعها ميدانيا على مدى الشهور والأسابيع الماضية. ترصد مواقع مختصة وحسابات مختلفة حركة كثيفة لطلعات طائرات التجسس والمقاتلات الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية، وبخاصة فوق مناطق القوات الإيرانية في سوريا البالغ قوامها نحو 2000 جندي. الدفاعات الصاروخية واختبار التشويش على الرادارات يبدوان هدفين محتملين، إيرانية كانت أو سورية أو روسية. من بينها بشكل غريب
طائرة سعودية لتزويد الوقود. هذه تفاصيلها الفنية مثلما سجلها موقع مختص في 25 أبريل الماضي. لا نستطيع التأكيد أو النفي، ولا تتوفر أمامنا تفاصيل أخرى حول طبيعة الدور السعودي. قبل نهاية الشهر الماضي، كما توحي هذه الصور، نقلت عشرات الطائرات الحربية السورية من مواقعها إلى قاعدة حميميم الواقعة تحت سيطرة الروسية، فيما يبدو لحمايتها من ضربة محتملة. وقبل 3 أيام هدد وزير إسرائيلي بأن بلاده ستقتلع الأسد إذا استمر في السماح لإيران بالحركة من داخل سوريا، على حد قول وزير الطاقة الإسرائيلي. وقبلها بيوم واحد كشف وزير الدفاع الإسرائيلي سابقا عن أن بلاده كانت على وشك إسقاط طائرة روسية قبل نحو 2 عامين، في دليل على مدى تعقد الموقف ميدانيا. الموقف المعقد صار اليوم أكثر تعقيدا بعد تصريح لمسؤول في وزارة الخارجية الروسية قال فيه إن بلاده ترى تقاربا في علاقاتها بإيران لو انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي مع طهران، على حد تعبيره. على مدى السنوات الخمس الماضية وجهت إسرائيل أكثر من 100 ضربة جوية لما تقول إنه صواريخ إيرانية في طريقها إلى حزب الله عبر الحدود السورية اللبنانية. في 10 فبراير الماضي أسقطت الدفاعات السورية مقاتلة إسرائيلية، وفي اليوم نفسه أسقطت الدفاعات الإسرائيلية طائرة إيرانية بلا طيار فوق الجولان، ثم ردت بعدها بشهرين بأول ضربة مباشرة للقوات الإيرانية في سوريا، فقتلت 7 جنود على الأقل ودمرت أنظمة دفاع جوي. في رأي كثيرين الآن، من بينهم هذا المسؤول العسكري البارز سابقا، المواجهة مع إيران غير قابلة للتجنب، على حد تعبيره. في تلك الأثناء كانت ثمة مواجهة أخرى تحت جنح سرية يقوم بها الموساد في قلب طهران، نتج عنها كنز من الوثائق استعرضه رئيس الوزراء الإسرائيلي في معرض الدعوة إلى هدم الاتفاق النووي مع إيران. In its secret atomic archive. I'm
Iran lied. Big time. After signing the nuclear deal in 2015, Iran intensified its efforts to hide its secrets. This is the specific goal of Project Manhattan. That's like 5 Hiroshima bombs to be put on ballistic missiles. لا تقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحدها في خندق الدفاع عن اتفاق استغرق الوصول إليه نحو 12 سنة بين إيران وكبرى دول العالم. هذه الدول الكبرى: روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا، الصين وألمانيا، جميعا لا تزال تؤيد الاتفاق. على مدى تلك الأسابيع القليلة التي سبقت قرار دونالد ترامب، توافد على واشنطن الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية ووزير الخارجية البريطاني في محاولة أخيرة لإثناء الرئيس الأمريكي عن قراره. في الوقت نفسه وقع 26 من كبار القادة الأمنيين في إسرائيل نفسها بيانا توسليا قالوا فيه: الانسحاب من الاتفاق يقوض أمن إسرائيل. كانوا مع كثيرين آخرين يحاولون أن يفعلوا شيئا، أي شيء. We'll be right back.
العالم يبدو أكثر خطراً بعد قرار دونالد ترامب سحب بلاده من اتفاق نووي مع إيران استغرق الوصول إليه نحو 12 سنة. واشنطن تخذل أقوى حلفائها في لندن وباريس وبرلين وغيرها، وتمهد الطريق نحو تحالف أقوى بين موسكو وبكين وطهران. لماذا ينبغي إذن على كيم يونغ أون أن يثق بأي اتفاق مع دونالد ترامب حين يلتقيان قبل نهاية هذا الشهر؟ ما تبعات هذا على موقف معقد محتقن في سوريا والشرق الأوسط كله؟ وماذا في جعبة إيران وأطراف أخرى معنية بعد هذا التطور؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها للنقاش على ضيفينا في هذه الحلقة عبر الأقمار الصناعية من لندن، السفير بيتر جينكنز سفير المملكة المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، عضو مبادرة سفراء من أجل الدبلوماسية وفض النزاعات. وعبر الأقمار الصناعية من تل أبيب معنا الجنرال يوسي كوبرفاسر خبير الأمن والاستخبارات الإسرائيلي مدير وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية سابقا. أهلا بكما وشكرا لكما على وقتكما. السفير بيتر جينكنز، في البداية اسمح لي أن أسألك، لماذا لا تتفق مع القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ أنا لا أتفق مع القرار لأن الاتفاقية التي سحب أمريكا منها كانت اتفاقية جيدة للغاية. هو وصفها غالبا على أنها اتفاقية فاشلة ووصف على أنها اتفاقية سيئة. أنا لا أتفق معه نهائيا. هذه اتفاقية تناسب الغرض وهي مفيدة جدا لمنع انتشار الأسلحة النووية وبناء الثقة أيضا. الجنرال يوسي كوبرفاسر في تل أبيب، اسمح لي أن أسألك بدوري، لماذا تتفق مع هذا القرار الذي اتخذه دونالد ترامب؟ أهلا بك. أنا أتفق مع هذا القرار لأن أنا أفكر أن الاتفاقية التي كانت حتى الآن كانت اتفاقية خاطرة للغاية، ومنحت لإيران الفرصة أن يكون عندها أرسنال من القنابل النووية بعد 15 سنة. والآيت نعم تفضل. هذا يكون مستحيل للإيران أن يكون لها هذا. جميل. سعادة السفير بيتر جينكنز، إن كنت تسمعني، موقف الدول الأوروبية خاصة لندن وباريس و برلين من الواضح أنهم حاولوا إثناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفشلوا في ذلك. أي خيارات بقيت أمامهم الآن؟ أعتقد أن الأوروبيين أوضحوا من خلال بيانات خرجت البارحة بأن النية هي المحافظة على الاتفاقية النووية مع إيران من خلال العمل بتعاون وثيق مع روسيا والصين الذين أيضا هم أطراف في الاتفاقية وملتزمون بها، وثانيا من خلال محاولة زيادة الفوائد التي تتلقاها إيران بموجب الاتفاقية لقاء على التنازلات التي قدمتها إيران، وبالتالي زيادة الفوائد بالنسبة لها بالرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة سوف تنسحب أو ستفرض عقوبات إضافية على من قبل الكونغرس الأمريكي. الجنرال يوسي كوبرفاسر، نحن نتحدث عن يعني مجموعة من الدول الأوروبية تعتبر أقوى حلفاء أمريكا وأيضا من أقوى حلفاء
إسرائيل، أليس كذلك؟ هذا الصدع وهذه الأزمة الكبيرة ما بين شاطئي المحيط الأطلسي، هل يخدم هذا مصلحة إسرائيل في رأيك؟ لا طبعا لا، لو كان هناك تعاون بين الدول الأوروبية وبين أمريكا في هذا الموضوع كان الوضع أحسن، ويا للأسف الدول الأوروبية هي ملتزمة بالاتفاق رغم أن إيران من ضمن هذا الاتفاق راح تكون قادرة أن يكون عندها قنابل نووية عديدة. هذا الشيء الذي كان من وراء القرار الأمريكي، أن هذا الفرصة، هذه الفرصة المتاحة للإيران علينا أن نمنعها من أن يكون عندها هذه القنابل. والدول الأوروبية لما تقول أن إيران تقوم بالتزاماتها من ضمن الاتفاق، طبعا هذا الاتفاق يمنح لإيران كل شيء. اسمح لي أن أتدخل هنا لأن هذا ليس لا هو رأي، اسمح لي أنا آسف للمقاطعة، ليس هذا رأي الدول التي وقعت على الاتفاق وصاغته كلمة كلمة، ولا هو موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذه حقيقة. لكن اسمح لي أن أطرح عليك سؤالا آخر، الجنرال يوسي كوبر فاسر، هناك ما يشبه الفضيحة ظهرت مؤخرا وأعلن عنها على شاطئي المحيط الأطلسي في جريدة الأوبزيرفر في بريطانيا وفي جريدة في مجلة النيويوركر في أمريكا، عن محاولة لتلطيخ سمعة بعض من المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما الذين ساعدوا في الوصول إلى هذه الاتفاقية باستخدام شركة تجسس خاصة إسرائيلية. شو السؤال؟ السؤال هو لماذا يضطر زعيم أكبر دولة في العالم، إن صح هذا الادعاء ويبدو أنه صحيح، إلى اللجوء إلى أساليب كهذا؟ أنا سمعت أن الشركة بلاك كيوب نفت هذه الادعاءات، هذه الادعاءات، وحسب رأيي أنا لا أعرف إذا هي قامت بعمليات مثل هيك، بس نفت أنها تعمل من شان أن تؤيد رئيس ترامب، وأنا بعرف أنا ما أعرف ولا شيء عن هذا الموضوع. أنت لك باع كبير في هذا، لكن اسمح لي أن أنتقل أولا إلى السفير بيتر جينكنز فيما يخص هذه النقطة تحديدا. ماذا وصل إليك من هذه الرسالة؟ الأوبزيرفر والنيويوركر كلتاهما تقولان إن لديهما وثائق تثبت أن فريقا له علاقة بإدارة ترامب هو الذي استأجر شركة التجسس الإسرائيلية الخاصة المكونة من قدامى مسؤولين كبار في الموساد ويعني فروع أمنية أخرى في إسرائيل لمحاولة يعني تقويض الاتفاق. I'm not at all surprised. أنا لست متفاجئا ما قرأته في الأوبزيرفر. ليس لدي أي شك فيها، ليس لدي معلومة سابقة عن حدث هذا، ولكن هذا ليس مفاجئا لي، لأن هذا النوع من الأشياء من قبل الرئيس ترامب والموظفين لديه سوف يقومون به بالتأكيد. هو رجل لا يمكن توقع تصرفاته، هو ليس إنسانا نزيها، ولا شيء يقف في وجهه لمحاولة تقويض هذه الأمور. طيب هناك يعني قبيل قرار دونالد ترامب طلع علينا وعلى العالم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكشف عما يوصف بكنز من الوثائق سرقها الموساد من داخل طهران زعما، في رأيك هل كان هذا يعني شيئا يعني لتحفيز أو الضغط على الرئيس الأمريكي لاتخاذ القرار الذي اتخذه، أم خدمة له من جانب إسرائيل؟
هذا كان حدمة له، حدمة لكل العالم. سعادة السفير تفضل. Sorry. I think the Israeli Prime Minister. أعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يأمل بأن كشف هذه المعلومات سوف يعطيه المزيد من الدعم لقرار الرئيس بالانسحاب. لا أعتقد أنه كان يحاول الضغط على الرئيس للانسحاب، لأنه كان واثقا بأن الرئيس سوف يقرر بالانسحاب من الاتفاقية. يجدر التذكير أو التجديد على أنه حسب ما نعلم فلم يكن هناك أي شيء جديد في الوثائق التي كشف عنها السيد نتنياهو قبل أسبوع. لم يضف أي شيء للصورة المعروفة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعرفها الوكالة، وأن إيران تقوم بأبحاث لاختبار أسلحة نووية، ولكنها لم تحاول تصنيع أسلحة نووية ولم تتخذ أبدا أي قرار بتصنيع أسلحة نووية. لهذا السبب الرئيس ترامب مخطئ تماما عندما يقول أن إيران مصممة على امتلاك أسلحة نووية، وأن هناك حاجة إلى اتفاقية أوسع وأكبر لوقفهم ومنعهم من تحقيق هذا الغرض. جميل. الجنرال يوسي كوبرفاسر، يعني هذه الملفات الضخمة التي قال بنيامين نتنياهو إن موساد استطاع الوصول إليها وسرقتها من داخل طهران. الجميع الأطراف المعنية الرئيسية التي وقعت هذا الاتفاق مع طهران قالوا لا جديد فيها ولا يغير هذا من موقفنا. وكالة الطاقة الذرية بنفسها قالت إنه لا يضيف جديدا، وإن إيران ملتزمة ببنود الاتفاق، خاصة أن تلك الوثائق المزعومة تغطي الفترة من 1999 إلى 2003. ما الجديد إذن؟ هذا غلط طبعا، في كثير من جديد. أول شيء أنه الإيرانيين حافظوا في أيديهم البرامج النووية لإنتاج القنبلة الذرية، ومن أي من أي هدف؟ الهدف كان أن يبنوا هذه القنبلة، وهذا طيب يعني هو أنت دخلت في نواياهم. إذا يبدو لي ضمن الاتفاق، يبدو لي جنرال كوبرفاسر، يبدو لي هذا بالعكس أن هذا من التزاماتهم على النية. لا، هذا ممنوع، لأنه حسب الاتفاق عليهم أن لا يحاولوا أن يكون عندهم قنبلة ذرية، ولأي سبب واحد يحافظ في أيديه هذه البرامج؟ ثانيا، هذا الحدث يدل على أنه ما في أي صورة لتفتيش والمتابعة في الاتفاق، لأن الموساد مش الـ IAEA وجد هذه البرامج. كان لازم أن الـ IAEA يكون عنده القوة أن يفتش. بغض النظر عمن وصل إلى أنا آسف للمقاطعة مرة أخرى، بغض النظر عمن وصل إلى تلك الوثائق المزعومة، واضح أن المسؤولون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني درسوا تلك الوثائق وقالوا لا جديدة فيها. اسمح لي أن أطرح السؤال على السفير بيتر جينكنز باعتباره جديد. كان كثير جديد. أول شيء لخط الآن، اسمح لي نعم، اسمح لي للحظة. تفضل. حتى الآن التقارير للـ IAEA تقول أنه في إمكانية أن الإيرانيين قاموا بهيك وقاموا بهيك، وهون أدلة ثابتة بأن الإيرانيين قاموا بهيك وقاموا بهيك وحفظوا على البرامج.
وهذه هذه الاشياء الجديده في هذا الموضوع جديده اسمح لي وخطيره لانها تدل ان الاي اي اي مع الايرانيين ومع البريطانيين ومع الامريكان قاموا بهذه بهذا الاتفاق من دون ان يكون لها اساس حقيقي كان اساس طيب كذب يعني كل هؤلاء لا يفهمون هذا ما افهمه منك يعني سواء الوكاله الدوليه للطاقه الذريه او الدول الكبرى في اوروبا كلهم او روسيا او الصين كلهم لا يفهمون واسرائيل هي الوحيده التي تفهم هذا ما تقوله اسمح لي ان اطرح السؤال اعطيتك الفرصه يفهمون طيب يفهمون اسمح لي ان اطرح السؤال على الرجل الصواب لانه كان سفيرا للمملكه المتحده في اسمح لي جنرال كوبر فاسر السفير بيتر جينكنز أنت كنت سفيرا للمملكة المتحدة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريبا في نفس الفترة التي يزعم أن تلك الوثائق كانت تغطيها الوثائق كانت تغطي حتى فترة 2003 وهذه فترة كنت أنت فيها ممثلا للمملكة المتحدة فيها من خلال قراءتك لي هل تعتقد أن موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان هو الذي هو الآن أم يمكن أن يكون أقوى كي يستريح الجميع؟ لا أعتقد أن الوكالة تعاملت مع المسألة الإيرانية بشكل مثالي ونموذجي وبموضوعية سياسية بشكل عام. أعتقد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تحاول أن تخفي عن العالم أي شيء اكتشفته أو مكتشفاته بالأشياء التي قامت بها والأبحاث التي قامت بها إيران في اتجاهات معينة أو في مجال التصميم أو الاختبار للأسلحة النووية ولكن في نفس الوقت الوكالة لم تسمح لنفسها بالمضي أبعد ما تم العثور عليه وأن تزعم بأن إيران لديها برنامج أسلحة نووية بينما في الواقع لا يوجد أي دليل بأن إيران لديها برنامج نووي حقيقي وربما أريد أن أشير بأنه إذا كانت الوثائق التي سرقها الموساد كانت جديدة القيمة بالنسبة لإيران كما تزعم إسرائيل وإذا كانت إيران تنوي استخدام هذه الوثائق ذات يوم لصناعة سلاح نووي فمن غير المحتمل أن إيران سوف وتقوم بتخزينها في مخزن مهترئ في ضواحي طهران والتي لم يكن محميا من أي نوع من أنواع الحماية طيب الأمر غير المحتمل أنها قامت بتخزين ربما قامت بتخزينهم في داخل وزارة الدفاع الإيرانية جميل الجنرال يوسي كوبر فاسر اسمح لي أن أطرح عليك يعني بعض مما يخمن ويحلل كثيرون أن الرئيس الأمريكي تشجع بعد ضغوط شديدة من جانب تل أبيب ومن جانب الرياض وأطراف أخرى ولكن هذه المرة أيضا من جانب يعني من يوصفون بالصقور إن صح التعبير من مثل مايك بومبيو وجون بولتون الذي قال يوما ما إذا أردت أن يعني تمنع قنبلة إيرانية فقنبل إيران يعني اقصف إيران هل هذا هو الحل من وجهة نظرك الذي تأمن أنت كإسرائيلي عليه؟ أنا أفكر أن هذا القرار اللي اتخذه الرئيس الأمريكي يعبر عن أنه يفهم الخطورة لهذا الاتفاق وأنه لازم أن الولايات المتحدة تنسحب منه وتجدد الضغط على إيران من شأن أن تنسحب من البرنامج النووي تبعها ولا مكان للضغوط على الرئيس ترامب لأن هذا كان موقفه من البداية لا من السكور ولا من أي جهة أخرى وأنا أفكر أن بهذا القرار هو
يصنع شيء الذي يمنح الدول في منطقة الشرق الأوسط قرار واستقرار وسلام في المستقبل، لأنه الدور الإيراني هنا هو خطير جدا، وهو الخطر الأكبر للاستقرار في المنطقة. جميل. السفير بيتر جينكنز، فيما يخص الموقف الإيراني بكل تأكيد كانت هناك ردود أفعال، وقليلون هم الذين يمكن أن يتوقعوا أن تقف إيران مكتوفة الأيدي. الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إنه سنستمر في الاتفاق مع الدول الأخرى الملتزمة بالاتفاق، ولكنه في نفس الوقت أضاف إن هناك فترة زمنية محدودة جدا لهذه الأطراف في أن يعني تؤكد تعاونها مع إيران في هذا الشأن. كيف تقيم الموقف الإيراني من وجهة نظرك بعد هذا التطور؟ I was very pleased كنت سعيدا بقرار السيد روحاني، الرئيس الروحاني. أعتقد أنه استجاب كرجل دولة حقيقي، وما فعله في الواقع أنه قال للأطراف الأخرى يمكنكم الاعتماد على إيران في حال كنتم مستعدون لتعويض إيران عن الخسائر التي ستنجم عن انسحاب الأمريكان من الاتفاقية. أملي هو أنه هو إنسان واقعي بما يكفي ليدرك بأن أفضل شيء في العالم أن الأطراف الأخرى لن تكون قادرة على تعويض إيران بالكامل. أعتقد أنها ستكون قادرة جزئياً على تعويض إيران، ولكن ليس بشكل كلي. طيب جميل. الجنرال يوسي كوبرفاسر، اسمح لي أن ندخل في موضوع آخر في منتهى الأهمية، لأن كثيرين يعتقدون أن أمريكا ومن ورائها إسرائيل و السعودية كانتا تقذفان باتجاه مواجهة جديدة مع إيران لأسباب أخرى ربما لا تكون لها علاقة مباشرة على الأقل بالبرنامج النووي الإيراني، وهو الموقف في سوريا، وجود أكثر من 2000 جندي إيراني في سوريا. كيف تتوقع، وخاصة أن يعني التحرشات تزيد، يعني ليس يوما بعد يوم، ربما دقيقة بعد دقيقة؟ طبعا في معركة تشن بين إيران وبين إسرائيل على الدور التي يكون للإيران في سوريا، ونحن نقول أن المسائل الإيرانية ببناء مقعد لها في سوريا من شان أن تكون قادرة أن تهاجم إسرائيل، هذا غير مقبول من جهتنا هنا في إسرائيل، وعلينا أن نقوم بكل العمليات المفروضة من شأن أن لا يكون لإيران القدرة، لا تكون لها القدرة أن تهاجم إسرائيل من سوريا. ويا للأسف إيران قامت بهجوم ضد إسرائيل قبل أسبوعين، قبل شهرين، ومن هذا الوقت كما بعدة مرات تحاول أن تبنى البنية التحتية الملتزمة للقيام بعملية. نعم، وفي كل مرة كانت إسرائيل تتدخل من الأراضي السورية. أكثر هجمات إسرائيل على القوات الإيرانية وما يتصل بها بوجودها في سوريا أكثر بكثير. جنرال كوبرفاسر، يعني هذه مسألة معروفة. طبعا نحن نمنع من الإيران أن تهاجمنا. طيب جميل، اسمح لي أن يعني أستشف أيضا رأي السفير بيتر جينكنز. هناك حركة كثيفة الآن، ومواقع متخصصة في رصد طلعات التجسس والطائرات المقاتلة في تلك المنطقة زادت بشكل ملحوظ، يدعو إلى القلق من تطور يعني قرار سياسي كالذي اتخذه ترامب أن يترجم على أرض الواقع في يعني مواجهة لا يعلم إلا الله كيف يمكن أن تنتهي.
Forgive me, I'm not sure I've understood the question, but let me say أعذرني إن كنت لم أفهم السؤال، ولكنني أعتقد أن ليست لإيران أي نوايا لاستخدام سوريا لمهاجمة إسرائيل، وعلينا أن نذكر أن إيران نعم، تفضل سعادة السفير، تفضل. Someone interrupted, though. One has to remember that Iran's current leaders are very intelligent people, and they understand that militarily. Some woman keeps on breaking into the. They understand very well that Iran militarily is strong in Iran أضعف عسكريا من إسرائيل ولن تربح من أي مواجهة مع إسرائيل. طيب أريد أن أسألك فيما يخص الموقف الروسي، لأن هذا لاعب أساسي، وقد حدد بعض المسؤولين في وزارة الخارجية الروسية قبل أيام من قرار ترامب بأن إذا اتخذ قرار الانسحاب من الاتفاقية فإنهم يروا تقاربا أعمق بين موسكو وطهران. كيف يمكن أن يؤثر هذا على التوازنات في الفترة القليلة القادمة ميدانيا وسياسيا؟ Yes, we've seen the relationship between Moscow and Tehran. أجل شاهدنا كيف أن العلاقة تزداد وتتقارب ما بين روسيا وإيران في السنوات الماضية، وهذا يعني أن الإسرائيليين عليهم أن يكونوا حذرين من عليهم اتخاذ في حال أقدموا على مهاجمة القوات السورية في سوريا، عليهم أن يكونوا حذرين لأنه لا يوجد هناك ضمان كيف سترد روسيا. سمعت من دبلوماسي روسي سابق قال بأن روسيا ستحاول التفاوض من أجل الاتفاقية ما بين إسرائيل وإيران، بحيث تسحب إيران قواتها من سوريا في حال وافق سوريا على الاعتراف، في حال إسرائيل وافقت على الاعتراف بالأسد كرئيس لسوريا وعلى توقف العمل من أجل الإطاحة بالرئيس الأسد. جميل. من ناحيتنا نحن كنا قد سألنا متابعينا على وسائل التواصل الاجتماعي هذا السؤال، في رأيك هل يتحمل الشرق الأوسط هدم اتفاق إيران النووي كما ترى واشنطن وتل أبيب والرياض؟ جاءت الإجابة نعم بنسبة 42%، كلا بنسبة 39%، لا أعلم بنسبة 19%. هناك انقسام كما يبدو. الجنرال يوسي كوبرفاسر، ما رأيك في هذه النتيجة؟ أخص براين شو يصير أن إيران بتعرف أن قواتها محدودة، ولذلك بالنهاية تحت الضغوط الجديدة، ونحن نشوف شو يصير في الاقتصاد، ما الاقتصاد وما الاقتصاد الإيراني وما الريال الإيراني، أخيرا يكون عليهم أن يدخلوا للمحادثات جديدة من شان نجد الاتفاق جديد يقضي بالبرنامج النووي الإيراني ويشدد الاستقرار في المنطقة. جميل. بعض التعليقات من متابعينا المرتبطة بهذا الاستطلاع الذي عرضنا سؤاله قبل قليل. الشرق الأوسط حقل التجارب، تحمل الكثير والكثير، وكل اللاعبين لا يزالون يختبرون قدرته على التحمل، ولكن للصبر حدود وليس هناك صبر إلى ما لا نهاية، الله يلطف بالعواقب. رأي آخر من أحد متابعينا يقول طبعا إلغاء الاتفاق سوف يخلق حالة من التوتر في منطقة الشرق الأوسط، تعمل إيران على التصعيد والاستفادة منها. وأخيرا في رأيي لن يتحمل الشرق الأوسط مزيدا من الهزات. إلى هنا إذن ينتهي هذا النقاش. شكرا للسفير بيتر جينكنز.
سفير المملكة المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، عضو مبادرة سفراء من أجل الدبلوماسية وفض النزاعات، وقد كان معنا من لندن. وشكرا للجنرال يوسي كوبرفاسر، خبير الأمن والاستخبارات الإسرائيلي، مدير وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية سابقا، وقد كان معنا من تل أبيب. وأخيرا إلى سؤال ربما يكون أشهر سؤال في التاريخ الحديث، يوجه إلى مسؤول إسرائيلي، وإلى إجابة ربما تكون أشهر إجابة في التاريخ الحديث. Does Israel have nuclear capabilities and nuclear weapons? Yes or no? We've always said that we won't be the first to introduce it, so we haven't introduced it. But that's not an answer to the question. Do you have them or do you not? Of any country. It's as good an answer as you're going to get. But I'll tell you one thing, Chris, and I think it's important. You know, Iran signed NPT. Iran signed all sorts of commitments. Iran said that they don't have this nuclear weapons program. And Iran calls daily for the annihilation of my country. Absolutely. We don't do that. We understand that there is an existential threat from Iran and others. We understand that Iran is known for lying on this issue. That's one of the big motivating factors for the deal in 2015, as it was explained to us. But what I'm saying is, if disclosure matters so much, what message does it send when you won't confirm something that is widely believed by the entire international community? How does that inspire the spirit of disclosure? I said that it's not the spirit of disclosure, it's a commitment, a specific written commitment by Iran as part of the deal to disclose what it has. Iran undertook that specific commitment. I understand, but you know what their take on it is. Is that you won't even confirm that you have nuclear weapons when the world already believes that you do. Why? Why keep that quiet? Well, you can make all your assumptions. One thing is clear. Israel is not threatening the annihilation of any country. And you know, it's interesting that the nuclear arms race that I predicted would unfold once this deal was signed, because everybody knew that they were just kicking the can forward for a few years, and as time passes, Iran will get a nuclear arsenal. So now you hear other countries in the region saying, we want nuclear weapons too, or rather, we want unlimited enrichment, nuclear enrichment of uranium, the way Iran gave it. If Iran has it, why shouldn't we have it? So in fact, what this thing is doing, nobody said that about Israel. You may think about Israel what you want for decades. Nobody cared. مشدش آيم باللغة الألمانية تعني بمعنى من المعاني احشر نفسك، شارك معنا بالكلمة والصوت والصورة من خلال هذه الأرقام وهذه الصفحات. حتى موعدنا في الأسبوع القادم، هذه هي السلطة الخامسة. طيب الله أوقاتكم.